السلام عليكم ورحمة الله. أنا هنا في لبنان على الحدود السورية، نوزع لإخوان اللاجئين يعني السوريين يعني الفود باكس، المؤونات الرمضانية لهذا رمضان. والحمد لله رأيتموني من قبل مع إخوان الإيغور وكذلك في أوغندا، ونحن في جمعية ون أمة البريطانية نوزع في أكثر من 15 دولة، منها اليمن وغزة وفي باكستان وبنغلاديش لإخوان الروهينجا. وهذه المؤونات تكفي الأسرة لمدة شهر كامل إن شاء الله تعالى، يكتفيهم للإفطار وكذلك للسحور، فنجمع بين الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فكان له مثل أجره، ونجمع كذلك من الأجر في تقديم لهم وجبة السحور وكذلك في الدعاء. لو تسمع الدعاء، هم يدعون لجمعية ون أمة، وهذا بتبرعاتكم أنتم، مساعدتكم أنتم لجمعية ون أمة وثقتكم بنا. الدعاء اللي نسمع منهم يعني شيء عظيم جدا، وهذا الدعاء سوف يكون في شهر رمضان يرفع أيديهم، ونعرف الدعاء المظلوم مستجاب، وكذلك على الإفطار مستجاب يدعو لنا. فإن شاء الله اساهموا معنا في تبرعاتكم في هذا الشهر الكريم قبل رمضان. إن شاء الله نريد نجهز إخواننا لرمضان إن شاء الله تعالى للإفطار وللسحور، وجزاكم الله خير. وكذلك شارك الرابط مع كل من تعرف حتى تشاركهم في أجر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. Let's win me!